من هنا، من بلاد الحرمين الشريفين، وقبل آلاف السنين انطلقت القوافل التجارية وكانت المركز الاقتصادي الحضاري الأبرز. ومرت السنين وأضحت المملكة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتبادل التجاري، ومن أقوى 20 اقتصاداً في العالم. علاقات تجارية ضخمة خلقت سوقاً مفتوحاً لجميع المنتجات، ومع كل ما كانت تبذله الجهات المعنية في المملكة إلا أن تسرب المنتجات الرديئة للسوق مثل تهديداً حقيقياً على سلامة المستهلك. وأصبحنا نتابع يوماً بعد يوم حوادث وحرائق، والسبب منتج الرديء أو غير مطابق للمواصفات. لتأتي الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية، رؤية 2030، وتتضمن برنامجاً محورياً لتطوير النظام الرقابي والتشريعي للمنتجات في المملكة وضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، ليكون البرنامج السعودي لسلامة المنتجات الخطوة الأهم في مسيرة المملكة نحو سلامة المستهلك. تقوم من خلاله الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع شركائها بتطوير اللوائح والتشريعات، وتتابع تطبيقها على أرض الواقع، وتبتكر حلولاً رقمية مثل منصة سابر وراصد وغيرها للتأكد من كافة معلومات وبيانات المنتج في كافة مراحل سلسلة الإمداد، بدءاً من تصنيعه إلى اختباره وانتقاله ودخوله للسوق. وتؤسس أيضاً مركزاً متخصصاً للرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة، لتمضي المملكة في طريقها نحو الريادة وتقفز قريباً بمشيئة الله، لتكون من أكثر الأسواق العالمية في جذب وتسهيل دخول المنتجات السليمة، ويتمكن المستهلك خلال سنوات قليلة قادمة من التأكد من سلامة المنتج عبر حلول تقنية بسيطة، لتنسج مملكة الريادة قصة جديدة من قصص تميزها بقيادة رشيدة حكيمة ورؤية شابة طموحة لا تعرف المستحيل ولا ترضى إلا بالقمة، مكانة ومكانا. البرنامج السعودي لسلامة المنتجات.